هل بالتطبيق ده وبالتدريب على استخدامه النهاردة لو أنا عندي 7 مليون مواطن موجودين في مصر، بدل ما يبقوا طاقة غير مستغلة، أو المجتمع أو القطاع الخاص اللي بيتعامل معاهم حاسس إن في شخص هو مش مفيد ومش بيضيف له حاجة، هل ده هيخلي صاحب أو ذوي الاحتياجات الخاصة شخص قادر على التعامل في التكنولوجيا زيه زي أي مواطن، بل ممكن يكون أفضل من شخص لم يتعامل مع التكنولوجيا نهائيا؟ هو بالتأكيد زي ما أنا بقول حضرتك، الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية هو شخص طبيعي جدا بيقدر ينزل يروح شغله، بيعمل واجباته، بيتحرك حركة قوية جدا، وأحيانا بيبقى أحسن كمان من الأشخاص اللي ما عندوش الإعاقة دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معوضه في بقية أعضاء جسمه بشكل أعلى من الأشخاص العاديين. فإحنا كمجتمع إحنا محتاجين إن إحنا ندمجهم بشكل كويس بشكل أكبر مع المجتمع، لأن دمجهم هيحسن من الاقتصاد بتاعي. لو احنا بنتكلم على 15% فهيحسن الاقتصاد بنفس النسبة، بنسبة 15%. فاحتياجتنا كمجتمعات وكدول لدمجهم هو أكبر من احتياجاتهم هما شخصيا من الاندماج مع المجتمع. فدي نقطة مهمة. أنا كنت بس عايز أعلق على فين الواجب المجتمعي كمان تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن النهاردة الدولة الحقيقة يمكن مصر زي ما تكرم الدكتور عبير واحدة من 20 دولة من المهتم اللي عملت الريلي سنتر أو المركز التقني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. ده بيخلينا من أكبر الدول المهتمية بالملف ده على مستوى العالم. فاهتمام الدولة، اهتمام الدولة موجود، واهتمام الحكومة موجود، وبيتم تذليل كل الصعاب اللي بيواجهوها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. بس احنا عندنا واجب مجتمعي برضو مهم لازم ناخد بالنا منه، ان احنا لازم نعرف ازاي نتواصل مع الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه. النهارده الشخص اللي عنده اعاقه سمعيه لما بينزل مثلا عايز يكون تعبان ودخل صيدليه او دخل مستشفى وعايز يطلب علاج، ما بيقدرش يطلبه. ليه؟ لان هو الشخص اللي واقف قدامه مش عارف يفهم هو صحيح. محتاج ايه. صحيح. وهي دي من ضمن الصعاب اللي هو بيقابلها. انا النهارده لو انا شخص في المجتمع قدرت أعرف لغة الإشارة وأتعامل معاه، ممكن في أحيان كتيرة أنقذ حياته، لأنه ممكن يبقى في خطر شديد عليه لو أنا مش فاهم اللغة دي، أنا مش عارف هو بيقول لي إيه. ففي واجب مجتمعي إن أنا أعرف إزاي أتعامل مع الأشخاص ذوي